بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. فقد تلقيت في بحر هذا العام 17 كتابا، كلها من بلاد إسلامية، وهذه الكتب تشترك في سمة واحدة هي ما وصل إلى هذه البلاد من تشكيكات في دينها، مرة يتصل ذلك بأصل الدين والإيمان بإله قادر يدبر ذلك الكون، وبعضها يتصل بالتشكيك في أمر الوحي وفي أمر القرآن وفي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة يأتي التشكيك في نظام الإسلام وعدم صلاحيته لقيادة حركة الحياة في ذلك العصر. ولقد عرفت مصدر كل ذلك، فالمصدر الإلحادي الذي يتصل بنفي الإله القادر الخالق المدبر للكون لا شك أنه قد وفد إلينا من الشرق ومن الشرق الشيوعي. وأما ما يتعلق بالتشكيك في أمر القرآن وأمر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمصدره الغرب، لأن رائحة الكلام الذي فيه تدل على أنهم يشككون في الإسلام، ولكنهم يؤمنون بدين يأتي من الله بواسطة رسول. وقد شاء الله أن يفسر لي ذلك اللغز بما وصلنا من أخبار عن مؤتمرات عقد أولها في لوزان 1974، وعقد الثاني في ولاية كاليفورنيا في بلدة اسمها باسندية في 1977، وأيضا مؤتمر آخر عقد في كوليرادو، وهذا المؤتمر الأخير ضم حصيلة المؤتمرات التي سبقت، ويدل على أن وراء ذلك قوة هائلة بشرية ومادية ودولية، أن الذين دعوا إلى هذه المؤتمرات صفوة المفكرين في هذه البلاد، وعلى رأسهم أساتذة الاستشراق في العالم وعلماء متخصصون في علوم الاجتماع يدرسونها في الجامعات وعلوم الأنساب وعلوم السلالات، ومع ذلك مختصون متمرسون بدراسة الأحوال الاجتماعية في الأمم النامية. وقد انتقت كل هذه الآراء والمباحثات إلى توصيات أعلنت وتوصيات أخرى سترت لتعلن قريبا. وقد عرض ذلك الكتاب الذي يحمل كل هذه الأفكار على مجمع البحوث في الأزهر ليدرسه وليضع له ما يمكن أن يكون سدا ذريعا بين تحقيق هذه الأفكار. ولما راجعت الكتب
وجدت كثيرا من الإشكالات التي كتبها الغير على دينهم الإسلامي تأخذ حظا من هذه الأشياء، مما يدل على أن أجهزة التبشير قد باشرت مهمتها. لذلك استخرت الله وجعلت لقائي هذا العام في شهر رمضان منصبا على ما يمكن أن يسار بواسطة هذه العمليات الضخمة الواسعة المستفيضة، لنأخذ كل قضية من القضايا التي تسار نبحثها على حدة حتى نربي مناعة في النفوس الإسلامية الإيمانية تستطيع، لا أقول ترفض هذه الآراء، ولكنها تبصق على هذه الآراء. أما الموجة الأخرى التي وفدت إلينا من الشرق فأمرها معلوم، لأنها تشكك في طبيعة الدين وفي أصله سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا، وذلك أمر يراد به نفي القداسات عن أشياء يعتقدها الناس ليسيروا حركة حياتهم على منهجها، وبذلك يخلو الجو للمريدين للتسلط على الكرة والمتسلطين على الحكم، حتى لا يجدوا منازعا لهم لا من قانون السماء ولا من قوانين الأرض. وإذا كان الأمر سيسير منطقيا، فإننا نتكلم أولا لنرد وافدة الإلحاد عن أبنائنا المسلمين. وافدة الإلحاد كل ما يمكن أن يدور في فلكها من فكر، إنما هو لا مناقشة النظام الذي جاء به الإسلام، ولكن مناقشة النظام الذي جاء به الدين الذي يسبق الإسلام، لأنهم يقولون لا نجد في ذلك نظاما يحكم حركة الحياة، وهم صادقون في ذلك، ولكنهم لو امتد بهم البحث قليلا ووصلوا إلى مجيء الإسلام وإلى ما فيه لوجدوا الشيء، كل الشيء عن حركة الحياة وتنظيمها بما لا يمكن أن يتفوق عليه قانون بشري أو وضعي. ولذلك نقول لهم إنكم قاصرون حتى في دراسة الأديان التي تهاجمونها، فالمسيحية لم تأتي لتنظم حركة حياة، ولكنها جاءت لتعطي شحنة إيمانية وجدانية، وهذه الشحنة هي التي كانت مفقودة عند اليهود، فاليهود سيروا الأمر كله أمرا ماديا لدرجة أنهم أرادوا أن يجعلوا الله جسما يجلس ويضع رجليه على قفعة، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فهم أرادوا في إله الغيب أن يكون أمرا ماديا، كذلك جاءوا في كل النجوم وجعلوها مادية. وكنا سابقا أنك إذا استعرضت التوراة بطولها وبكل أسفارها فلن تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر أبدا. إذن فالمسيحية لم تجئ لتنظم حركة حياة، حتى يقال في الشيوعية أنها دين لا ينظم حركة الحياة، ونحن جئنا لننظم حركة الحياة. فإذا كنتم تريدون تنظيم حركة الحياة، فلماذا بعدتم عن دراسة الإسلام كدين؟ إذا قلنا لهم ابحثوا نظام الإسلام كدين، قالوا إن مصدر الإسلام الذي تعزى إليه كل هذه المناهج مصدر خرافي لا وجود له، فكأنهم ينقلون البحث من بحث نظم الإسلام إلى المصدر الذي جاء منه الإسلام. وما دمت تقول إن الدين الذي تقولون به جاء من إله خرافي، ما لك من إله خرافي؟ إنك جئت بنظام وقلت إنه من عندك، فخذ هذا النظام وقارنه بنظامك، ولو على أنه حصيلة فكر إسلامي نسب إلى إله أنتم تقولون إنه خرافي، فناقشوا إذن قضية النظام بنفسها، وابتعدوا عن مصدر ذلك النظام وما لكم به أي مساس، لأننا
لا نريد أن تؤمنوا بهذا الإله، ولكننا نريد أن نقرن نظمكم بنظمنا، ونظمنا التي نقول نحن أنها من الله وأنتم تقولون أنه لا إله، ما لكم ولمصدر هذا؟ ناقشوا النظام بالنظام. فإذا ما جئتم إلى أي جزئية من جزئياتكم لتبحثوها وجدنا التطبيق يفسد قولكم. التطبيق الذي طبق من سنة 17 إلى الآن في كل دولة من الدول التي وقعت تحت سيطرة هذا النوع من الفكر، إنها لم تؤدي لها ثمرة، بل بالعكس أدت إلى خراب. وإذا ما نظرنا إلى هذه النظم وجدنا أن الإسلام يأتي بالرحمة الهينة اللينة لينشئ جيلا مبنيا على شيء من الهوادة لا شيء من العنف، فهو حين يريد كما تقولون وتدعون أنكم نظمتم حركة الاقتصاد للإنسان في الأرض، نقول لكم لا، لكم لن تنظموا حركة الاقتصاد للإنسان في الأرض، ولكنكم عمدتم إلى حصيلة جهد أناس لتفرقوها على أناس لم يجدوا ولم يجتهدوا. وكان من الأصل أن تجعلوا الناس جميعا سواء في الحركة إذا أردتم أن يكونوا جميعا سواء في المحصول والإنتاج والغلة، ولكنكم أخذتم من قوم تعبوا لتعطوا قوما لم يتعبوا، ثم لم ترضوا بهذا أيضا لأنكم حكمتم بقضية ماركسية. هذه القضية هو الدعوة ونقيض الدعوة والجامع بين الدعوة وبين نقيضها. الدعوة كانت شراسة الرأسمالية، فالنقيض جاء ليأخذ السلطة ويعطيها للعمال ضد الرأسمالية، ولكن العمال بشر أيضا، قد يأخذون هذه السلطة وبعد ذلك يطغون فيها كما طغى أصحاب الرأسمالية. فقلتم لا، لا بد من أن توجد هيئة تجمع بين الدعوة وبين نقيض الدعوة في يد واحدة، هي اليد الحاكمة فقط. فأصبحت اليد الحاكمة عندكم هي التي تملك الثروة وتتحكم في العامل، ولا سلطان لأحد في حرية أو حركة. ونقول لهم لرد هذا ولنعطي الجيل الإسلامي الناشئ خميرة يمكن أن يرد بها على كل هذه الوافدات، أن الثورة التي بدأت في سنة 17 وأشاعت مبادئها ادعت فيما أشاعت أنها إنما جاءت لا بالشيوعية المرادة التي يحبون أن يؤصلوها في المجتمع، ولكن بمقدمة للشيوعية، وهي هذه المقدمة هي الاشتراكية. إذن فهم لم يدخلوا في النظام الشيوعي، ومعنى ذلك أن النظام الشيوعي أوغل من الاشتراكية فيما يريدون. فنقول لهم إذا كنتم قد قمتم بهذه المقدمة لتمهدوا للشيوعية، فانظروا أتقدمتم إلى الشيوعية أم تأخرتم حتى عن الاشتراكية؟ إنكم فوجئتم بواقع الحياة يصوب أخطاءكم ورعوناتكم، فوجدتم أن النفعية الذاتية في الشخص قد انطفأت جزوتها، ولم يعد هناك وازع في النفس للعمل. وما دام الأمر سيتركز في أن كل فائد يؤخذ، فلا داعي لأن يجهد الإنسان نفسه إلا بمقدار حاجته. والطموحات البشرية لا تجيء في كل الأفراد، الطموحات البشرية تأتي في أفراد معدودين في كل جيل وفي كل مجتمع وفي كل عصر. فإذا كانت المنفعة الذاتية هي التي تسيطر على حركة الإنسان إقبالا ودأبا وإخلاصا وغيرة، لأن كل ذلك سيعود عليه وعلى من يعود، فقد فقد هذا المشجع أو هذا الحافز في نظامكم، مما أدى إلى أن البلاد التي كنتم تصدرون منها حبوبكم أصبحتم أنتم تستوردونها من الخارج. فهذا يدل على أنكم لا بد أن تتراجعوا في النظام ليكون أقرب إلى الطبيعة. هذا النظام الذي يوجد أقرب إلى الطبيعة هو أن تستغل حب الذات في النفس البشرية
لتعطي له حافزا يجعله يعمل وإن لم يكن المجتمع في باله، فإنه إن عمل ولو لنفسه ولم يكن حتى المجتمع في باله فإنه سيدخل المجتمع قهرا عليه. فهب أن إنسانا يريد أن يبني عمارة فخمة وعنده من المال مال مكنوس ويحب أن يبنيها، يدخل الله على نفسه خاطرا من خواطر الاستثمار والنفع الذاتي، فيقول ومالي لا أستغل هذا المال المكنوس في بناء عمارة تجر علي كذا وكذا وكذا وكذا، ويدخل له الأمل ما يأتي من هذه العمارة. ذلك بحث ذاتي بحت لا يتعدى حدود النفس الضيقة، وإن تعدى فإنما يتعدى إلى ولده وإلى القريب من أهله. نقول له نعم إن المجتمع سيفيد من ذلك أردت أو لم ترد. كيف؟ ما الذي يحفر الأرض لتبني أسس العمارة سيستفيد، والذي يضرب الطوب لتبني عمارتك سيستفيد، والذي يعمل في حقل الأسمنت سيستفيد، والذي يعمل في البناء سيستفيد، والذي يعمل في الغفق سيستفيد، والذي يعمل في الكهرباء سيستفيد، والذي يعمل في الأدوات الصحية سيستفيد، والذي يعمل حتى في الجماليات الكمالية كالديكور وغيره سيستفيد. فإذا ما نظرت إلى العمارة بعد أن أقيمت تجد أن كل مال هذه العمارة قبل أن ينتفع بها صاحبها انتفع بها كل المجتمع استطراقا من أثقل طبقة فيه إلى أوسط طبقة. إذن فالحركة الذاتية في النفع الذاتي نريد أن توجد، ولو لم يكن في بال من يتحرك المجتمع فإن المجتمع سيستفيد قهرا عنه رضي أو أبى. إذن فأنتم اضطررتم إلى أن تدخلوا نظام الحافز، إذن فأنتم لم تتوسعوا من الاشتراكية إلى الشرعية، وإنما رجعتم حتى عن بعض أبواب الاشتراكية. ومعنى أنكم رجعتم أن هناك فكرا شرسا قد هيأ لكم أمرا أو ضرر لكم أمرا لتسيطروا على ناصية الحكم في البلاد، وتستذل الناس لأنكم جعلتم لقمة العيش التي تقيم حياتهم في أيديكم، ومعكم قوة الحكم. إذن فأنتم تراجعتم قهرا عنكم في إيجاد الحافز ليوجد شيء من الحركة الهادفة النافعة المؤملة الطموح. فإذا كنتم قد رجعتم عن الاشتراكية التي ادعيتم أنكم إنما جئتم بها كمقدمة للشيوعية، إذن فهذا تراجع. وإذا ما نظرتم هذا مقابل الدعوة، وإذا نقيض الدعوة أو مقابلها، وإذا ما نظرتم إلى الدعوة الأصلية وأنكم فعلتم ذلك لتخلصوا الدنيا من شراسة رأس المال، فلننظر في الجهة المقابلة إلى شراسة رأس المال. أبقيت على شراستها أم أعطي العمال الحقوق وأعطوا الراحات وأعطوا المكافآت وأعطوا التأمينات؟ إذن فلا الرأسمالية صارت في شراستها ولا الشيوعية صارت في شراستها، تلك مخطئة وهذه مخطئة، والواقع كذب الاثنين معا. إذن فلا بد أن تتنازل الرأسمالية عن شراستها، وأن تتنازل الشيوعية أيضا عن شراستها. ومعنى تنازل طرفين متقابلين أن يتواجها دون أن يتدابرا، وإذا ما تواجها التقيا في منتصف الطريق، ومنتصف الطريق هو الذي جاء به الإسلام. إذن فلو أنكم أنصفتم لوجدتم الإسلام صحح شراسة الرأسمالية وصحح شراسة الشيوعية، فلو أنصفتم لجعلتم من هذا النظام منقذا لكم مما تورطتم فيه، سواء كان التورط جاء من جهة الغرب في رأس مالية أو كان التورط جاء من جهة الشرق في فكرة شيوعية. فإذا ما أردت أن تقارن نظاما بنظام أبقى الحافز وأشاع الخير الفاضل من الحركة الإنسانية، وجدت أنهم أحرجوا،
فذهبوا إلى شيء آخر لا يدخل في مقام المناظرة ولا في مقام الجدل ولا تقوم به حجة، وهو أنهم فروا من مناقشة النظام ومقارنته بنظام إلى الكلام في مصدر هذا النظام، الكلام الذي تقولونه يا أيها المسلمون كلام جئتم به من شيء خرافي. ماذا؟ كيف تقولون من شيء خرافي؟ إنه شيء موجود أولا، كونه ممن هذا أمر لا يعنيكم، فقارنوا نظاما بنظام وقد قارنتم ففشلتم. وتبين تفوق النظام الإسلامي على نظمكم جميعا وأسبقيته وتميزه، وأنه لا إدلال فيه لأحد على أحد، لأن بشرا لم يدعي أنه أتى به ليستزل به رقاب الناس أو ليعتز به أو ليحاول أن يجد لنفسه مكانا، لأنهم يقولون لا ليس من عندنا ولكنه نظام من عند الله. فابتدأوا يناقشون فكرة الله هذه، نقول لهم ذلك في فرار من ميدان المنازات وميدان الجدل. ما لكم وللإله الذي قلنا إننا جئنا بالنظام منه، ناقشوا النظام وهبوه نظام بشري لنظام بشري، ومع ذلك سنحاول أن ندخل معكم في شيء من الجدل حتى لا تظنوا أننا فرارنا من نقاش هذه المسألة. إنكم تقولون إن الإله الذي نسبتم إليه هذا النظام إله لا وجود له، وأن العالم يسير هكذا بطبيعته وإلى آخره من هذا الكلام الذي أصبح الرد عليه في طرف السماء. نقول لهم لو أنكم نظرتم إلى نظامكم في ذاته، أيدعي أحد أن النظام هبط عليه من دون مقنن له؟ إنكم قلتم ماركس، قلتم لينين، كل إذن فالنظام الذي وجد ما استطعتم أن تنسبوه إلى قوات خفية، ألا تحبون أن ننسبه إلى أحد كما نسبتم أنتم نظمكم إلى أحد وحاولتم أن تجعلوا منهم آلهة؟ إن نظام جئتم به لم تقولوا أننا وجدناه هكذا بطبيعته، ولكنه وجد بأساتذة إنجليز والتاني وعلى آخره وفلسفة ومدارس وآخر. طيب، فإذا كان هذا النظام الذي أصبح مرجوحا بعد مقارنته بنظام الإسلام لم يجئ بطبيعته وجدتموه هكذا، النظام يتفوق عليه أو على الأقل يساويه، تقولون أنه جاء هكذا من غير أحد؟ يقولون لا، إنه جاء من أحد مثلنا. نقول إن الذي يأتي بشيء عظيم لا يمكن أن يتملص منه لينسبه إلى غيره، لأن الناس تتصيد كمالات غيرها فتنسبها لنفسها، فإذا ما وجد عنده كمال وأن إنسانا مما جاء بهذا النظام، إذا جاء بنظام ينسبه إلى شيء آخر ويقول له أنا لم أصنح، إن الإنسان مما يدعي ما ليس له، ومثل هذه الكمالات تترك بلا دعوة، فإذا كانت قد تركت بلا دعوة. وأما الذين يحملون هذا النظام يريدون أن يرتفعوا بالنظام عن مستواهم ويقولون لا ليس من عندنا وإنما هو من عند إله قوي قادر، فلو أنه كان من عندهم لقالوا كما قلتم أنتم ومجدوا الذين جاءوا بهذا النظام. إذن فقولكم أن هذا شيء خرافي شيء لا يعنيكم ولا يدخل في النقاش ولا يدخل في الجدل. وأيضا فإنكم لو نقلناكم نقلة قبل وجود نظام، النظام الذي تحكمون به نظام لم يكن موجودا ووجد بموجد قلتم عنه أنه فلان وفلان وفلان، إذن فكل شيء يوجد ويطرح في عالم الوجود لا بد أن يكون له مدد. ما دمتم أنتم أتيتم بنظام لم يكن موجودا قبل سنة 17، هذا النظام لم تجدوه هكذا مطروحا بدونه، ولكن عرفنا أن أوجده موجود، إذن فكل شيء يمكن أن يكون أثرا لا بد أن يوجد له مؤثر أوجده. فالضجة التي قمنا بها كدين وكإسلام وقاد حركة الحياة وانتصر على الفرس وانتصر على الروم وجد كده بلا موجد؟ دعوا النظام الذي يحكم حركة الحياة
وابحثوا في الحياة ذاتها. قبل أن تبحثوا في نظام ينظم حركة الحياة، ابحثوا في الحياة نفسها. هذه الحياة التي توجد على ظهر الأرض في صور مختلفة، أيعقل أن توجد هكذا بدون موجد؟ لو أن إنسانا ما كان في مفازة، أي في صحراء، ولا يجد ماء ولا قوتا يقوت به حياته، ثم استيقظ فجأة فوجد مادة عليها أطايب الطعام الذي يقوته، أطايب الشراب الذي يسقي، أظنه قبل أن يتناول شيئا منها يستفيد به، لا بد أن يسأل فكرة ويحمل عينيه على أن تبحث في الجوجود حوله لترى من أمده بهذا. فإن كان جائعا ومعجلا وأكل، أظنه بعد أن يشبع لا بد أن يفكر من أحضر له هذا الطعام، فلم يجد أحدا أبدا يقول له أنا الذي أحضرته. فإذا ما ارتفع صوت من بعيد ليحل له اللغز وقال له أنا الذي فعلت لك ذلك، هو يطلبه، يطلب من فعل، وقال أنا فعلت، ولم يوجد أحد حوله يعارضه في هذه الدعوة، ألا تصح الدعوة له ويصبح هو صاحبها؟ فلو أنهم نظروا إلى الوجود حولهم قبل أن يوجد منهم ذلك النظام لوجدوا نظاما يحكم حركة الحياة، قد يكون من وضع البشر، وقد يكون من بقايا أديان درست. نقول لهم تجاوزوا عن ذلك وانظروا إلى